كما كتعرفوا كاين حاليا موعد الانتقالات وعدة لاعبين مغاربة في مفاوضات مع أندية أوروبية كبيرة، ولحد الآن أقوى صفقة مغربية في أوروبا هي صفقة انتقال شادي رياض من ريال بيتيس الإسباني إلى نادي كريستال بالاس الإنجليزي. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على عدة صفقات مغربية ما بقى لها والو وتكملوا، غادي نشوفوا اللعابة ديالنا مع أندية عالمية. إلى بغيتوا تعرفوا تفاصيل هاد الصفقات تفرجوا في هاد الفيديو، ولكن قبل ما خليكم مع الفيديو ما تنسوش ديروا لايك الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي والكرة المغربية. أول صفقة اللي معانا في هذا الفيديو هي صفقة انتقال سالم جباري لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني إلى نادي خيطافي الإسباني على سبيل الإعارة، والمصدر اللي أكد هذه الصفقة صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية. كنظن بأن هذه الخطوة اللي غادي يديرها سالم جباري غادة تكون مزيانة المسيرة ديالو باش يبين الإمكانيات ديالو في سن صغير في الدوري الإسباني. وتاني صفقة اللي معانا في هذا الفيديو حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، نادي موناكو الفرنسي مستعد لتقديم 20 مليون دولار من أجل شراء عقد نيل العيناوي لاعب لانس الفرنسي. بالإضافة نيل العيناوي عنده عدة عروض من الدوري الإنجليزي. وثالث صفقة اللي معانا في هذا الفيديو حسب صحيفة الأصل إسبانيا، نادي ريال مدريد الإسباني يرى في أشرف حكيمي الخيار الأمثل لتعويض كارفاخال في الموسم المقبل، و 90% غادي نشوفوا حكيمي في القلعة البيضاء في حالة أنه ما جددش العقد ديالو مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ورابع صفقة اللي معانا في هذا الفيديو حسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الموهبة المغربية محمد الحموني بعد انتهاء عقده مع نادي لوهافر الفرنسي تواصلت معه عدة أندية أوروبية، أولهم نادي برشلونة الإسباني ونادي اليوفي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي. كنتمنى من حموني يشوف شي نادي اللي متوسط اللي يقدر يطور الموهبة ديالو ويقدر ياخذ الفرصة ديالو وعادي ينتقل شي نادي كبير. وآخر صفقة اللي معانا في هذا الفيديو حسب صحيفة ستاندر البريطانية، نادي توتنهام الإنجليزي ينافس مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل ضم الدولي المغربي يوسف أنصيري ومستعد لتقديم 20 مليون دولار. حاليا هادو هما افضل العروض اللي عند اللاعبين المغاربه. وفي حاله عجبكم هذا الفيديو باقي كاينين بزاف ديال العروض اللي بغيتو نهضروا عليهم نهضروا عليهم في الفيديو الجاي. دمتم في خير الله ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.